بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. موضوع اسمه غريب مش كده؟ الحدود، يعني ايه حدود؟ يعني ايه حدود؟ لا ما نتكلمش مع بعض، حد كده يقول اتفضل. محدش يتعدى على حد، اتفضل يا حبيبتي. حدود في الكلام، حدود تمام. تفضل يا حضرتي فورا ليزا. عنده نهاية حريتي. تمام. اتفضل يا منال. فواصل. فلازم الإنسان يكون عنده الحدود دي علشان
يبقى عارف هو حقه ايه ومسؤوليته ايه. بصوا بقى السيد المسيح مثلا قال للتلاميذ كده في انجيل معلمنا بولس: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم يتيسر لهم فرصه للاكل. ايه ده؟ ربنا يسوع المسيح عمل كده؟ اه، يعني ربنا يسوع المسيح في وقت من الاوقات الناس اللي راحه ولقاها كتير، راح قال لتلاميذه ايه؟ لا، تعالوا استريحوا كلوا لكم لقمه عشان انتوا ايه تعبانين، ولازم ان انتوا تبقوا يعني تشوفوا مصلحتكم شويه. يعني نفس ربنا يسوع المسيح اللي جاي يخلص العالم كله في وقت من الاوقات قال للتلاميذ لا، تعالوا لوحدكم منفردين. برضه نشوف كده عن السيد المسيح يقول كده: اذاع الخبر عنه اكثر، فاجتمع جموع كثيره لكي يسمعوا ويشفوا من امراضهم، اما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. يا رب ما انت قاعد مع الناس طول الوقت، لكن في وقت انا بتاعي ده انا عايز اصلي فيه. يبقى ربنا يسوع المسيح نفسه خد مره التلاميذ او مرات للتلاميذ لوحدهم، قال لهم تعالوا اقعدوا لوحدكم، وفي وقت من الاوقات جه قال ايه؟ لا، انا هختلي وهصلي واعتذر عن كل الناس. برضه نشوف انه لما صار النهار خرج وذهب الى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه. الناس كانت بتفتش عليه، فجاءوا ايه وامسكوه لئلا يذهب عنه، فقال لهم انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخرى ايضا بملكوت الله، لاني لهذا قد ارسلت. يعني ربنا يسوع المسيح في ناس ماسكه فيه بتقول له لا خليك قاعد معانا، هو قال لهم لا، انا ورايا مسؤوليات ثانيه في بلاد ثانيه، انا المفروض ان انا هبشر فيه. يعني حلو جدا ان احنا نربط كل المواضيع بالكتاب المقدس. وربنا يسوع المسيح هتلاقيه مدرك كده ومثال لكل الامور اللي يخلينا فعلا نعرف الصح من الغلط. طيب ربنا بيشجعنا على ان احنا نكون نعمنا نعم ولانا لا. هنشوف ده معناه ايه. بصوا بقى خليكم معايا، في ناس ما بتقدرش تقول لا، بيسموهم المزعمون. الناس دي واحد ما بيعرفش يقول لا، اي حد يطلب منه حاجه حتى لو مش مقتنع بيها ما يقدرش يقول لا، ده اسمه مزعم او خانع او خاضع. خاضع زياده عن اللزوم، مش هو خضوع الطاعه لكن هو حد منقاد كده، اي حد يقول له حاجه يقول له حاضر. هنشوف مع بعض اضرار ده ايه. في برضه حد ما يقدرش يقول نعم كل حاجه، يعني عكسه تماما، كل حاجه يقول لا، ما بيقولش نعم ابدا، ما بيقولش حاضر ابدا. ساعات كتير تشتكي من بعض اولاد اقول لك فلان ابني ده ما بيقولش حاضر ابدا، طول الوقت بيقول لا، حتى لو شايفني وانا تعبان وانا كذا كذا كذا، لكنه طول الوقت ما بيقدرش يقول نعم. يبقى الاولاني ما بيقدرش يقول لا، حتى لو حاجه مش مقتنع بيها، يا عم نعمل كذا، هو مقتنع يعني مش مقتنع، لكن ايه ما يقدرش يقول لا. والتاني ما يقدرش ابدا يقول حاضر. في واحد بقى ما يقدرش يسمع لا، زي مثلا مدير متسلط مثلا في شغله يقول لك انا ما يتقاليش لا اصلا، انا ما تقوليش لا يا عم ورايا كذا كذا، انا لا، انا لما اقول كلمه هي لازم تمشي. انا اسفه، بعض اباء او امهات ممكن يقولوا لاولادهم كده، انا ما يتقاليش لا، انا طول الوقت الكلام اللي اقوله لازم تقوله حاضر. طبعا ده بيسموه شخصيه متسلطه، اللي هو مش عايز حد يقول له لا، حتى لو اللي قدامه بيقول كلام مقنع يقول لك انا محدش يقول لي لا، ما يحبش يسمع كلمه لا. وفي حد تاني ما يحبش يسمع، يعني ده المتجدد ده اساسا بيحس ان هو بيخاف، زي ما احنا هنشوف صفاته دلوقتي، ده مش عايز يسمع حاجه، وده بيخاف من التعامل مع الناس، لا عايز يسمع ولا عايز يسمع لا. يبقى في الناس المزعجين او الخانعين قوي هم ما بيقدروش يقولوا لا، وفي ناس ما بتقدرش تقول حاضر، وده متبلد، لو شاف اللي قدامه وحتى ميت ويقول له اعمل كذا هو ما بيقدرش يقول حاضر. في حد ما بيحبش يسمع كلمه لا، زي شخصيه الشخص المتسلط. وفي حد بيتجنب الاخرين، بيقول لك يرفض حب الاخرين، ممكن يكون حاسس انه عنده عزه نفس، او ممكن يبقى مش فاهم حاجه اصلا. زي ما احنا اتفقنا ان احنا كده قسمنا الناس اربع انواع: المزعمون والمتجنبون والمتسلطون والمتبددون، تمام؟ طيب احنا قلنا الشخص المزعم اللي هو ايه؟ ممكن نغفل السلايد ده؟ مين المزعم؟ اللي هو ما بيقدرش يقول ايه؟ لا، ده بيقول ما ده على طول ما بيقدرش يقول لا، هم اللي بيقولوا نعم لكل شيء حتى للرضيع. طب ده
اتفضل. تمام اتفضلي انتي ايه حضرتك؟ تمام اتفضل. ضعف الشخصيه، انتوا متخيلين حد ما بيقدرش يقول لا؟ الموضوع ده خطورته قد ايه؟ يعني مثلا لو شاب من الشباب اصحابه يقولوا له هنروح المشوار الفلاني والمشوار ده مشوار وحش، هيقعدوا مع بنات بقى ويعملوا اخطاء كتير او هيدمنوا او هيعملوا قاعده كده مش بتاعت ولاد ربنا، وهو كشخص طالع هو مش وحش، هو مش علاقته بربنا وحشه، هو اصلا محدش يعني هو في شخصيته في ضعف، فده ما بيقدرش يقول لا ابدا، فده تلاقيه بيعمل الغلط وعلى طول لان اصحابه بيقولوا له تعالى تعالى معاهم طول الوقت، يعملوا حاجه صح يعملوا حاجه غلط، طبعا دي حاجه غلط. طب حد فينا ابنه كده لازم يقومه، لازم يقول له لا يا حبيبي في حاجات لازم تقول عليها لا. يعني فاكرين مثلا يوسف، على قد ما يوسف ده كان ابن ربنا قوي يوسف الصديق، لكن قال لزوجة فوتيفار كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ما ينفعش ابن ربنا يكون ما بيقدرش يقول لا، لانه لازم ينقي الحاجه الحلوه من الحاجه الوحشه. اذا الشخص المزمن ده يخوف، يخوف ولا لا؟ يخوف. تمام. برضه تلاقي الشخص المزمن ده ابائهم لكي يعلموهم الطاعه علموا انه من الخطا انه يقول لا. يعني ساعات في تربيتنا لاولادنا اقول له ما تقولش لا، دي طريقه تربيه غلط. لا، في حاجات لازم يقول عليها اه، في حاجات لازم يقول عليها لا، لازم يبين الصح من الغلط. طبعا بيقول لك عاده المفاهمون لا يفقدون المقدره ان يقولوا لا فقط، بل يفقدون المقدره على رؤيه الرذيل. بعد شويه هو بدا طول الوقت ما بيعرفش يقول لا، كمان مش عارف الصح من الغلط، يعني يجي له وقت هو يبقى مش مميز، هو الكلام اللي بيتقال ده صح ولا غلط، هو التصرفات اللي بتحصل دي صح ولا غلط. يعني المشكله كمان انه هو بعد شويه يبقى مش فاهم الصح من الوحش، لانه كده كده يعني هو مش هيقول لا، مش فارقه معاه. تحول لآل التوجيه. نعم؟ تحول لآل التوجيه. اه بالظبط كده، تحول لآل. فقدان المقدره ليها اسباب كتير، ليه بقى؟ اول حاجه خايف من ايه؟ خايف انه يجرح مشاعر الغير. يعني ساعات يبقى حد يقول اصل انا لو قلت لحد لا هجرحه وهضايقه. برضه ممكن يكون فقدان الحب، وعايزه اركز على الجزء ده شويه، بتحصل كتير بين المخطوبين. ان حد من الناس اللي خاطبين يبقى مش فاهم حدوده فيحب يعمل حاجه مش مظبوطه. فممكن البنت خطيبته ساعتها تقول لا اصل هو ممكن ما يحبنيش عشان انا مش بسمع كلام، وده بيحصل على فكره، معظم المصايب اللي بتحصل نتيجه كده، ان هو يقول لها اصل انت لو ما عملتيش كذا يبقى مش بتحبيني، فيقول ايه لا هو اصل انا لو انا قلت له لا ده معناه ان انا مش بحبه. لا، نخلي بالنا من الكلام ده، نخلي بالنا، احنا مش بنوعظ على فكره، احنا هنا في الاجتماع مش بنوعظ، انا مش بوعظ. ما ينفعش كده ان انا اقول اصل فلان انا لو انا قلت له كذا، لو انا قلت له لا يبقى ده معناه ان انا مش بحبه. لكن في طريقه للرفض، لا انا بحبك وكل حاجه، بس كل حاجه ليها وقت، في حدود، في حدود زي ما احنا اتفقنا ان في حدود في التعاملات. برضه ساعات الواحد يقوم يخاف انه يقول لا لاحسن اللي قدامه، يزعل او يغضب، في الاول يزعل بعد كده ممكن يغضب، ودي احيانا بتحصل في الشغل. يعني المدير عمال يقول للموظف اعمل 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 اعمل، هو بعد كده يقول لك ايه اصل كل ما بقول له حاجه بيزعق، فانا بتجي بقى شره، فايه؟ فبعمل اللي هو عايزه عشان ما يغضبش. كمان في ناس بتخاف من العقاب. وكمان انه ساعات بقى دي نقطه مهمه قوي ان الانسان يميز بينها، يقول انا ابن ربنا وعايزك اجابه على الموضوع ده. انا ابن ربنا وابن ربنا لازم يكون بيعمل اللي الناس طالباه منه، لو انا قلت لا يبقى ده معناه انا انسان مش ابن ربنا، انا مش روحاني، ازاي يطلبوا مني مثلا كذا وانا اقول لا؟ ايه رايكم؟ قولي يا بنات. لا لا مش وافق على غلط، هو لا انت ما فهمتيش سؤالي، هو عمال يطلب منه حاجات كتير. ايوه هو عمال ما مش قادر يقول لا. هو ليه مش قادر يقول لا؟ لانه هيتهموه انه شخص اناني وانه ما عندوش محبه. طب اقعدي يا بنات، يعني مثلا ايه سيد مثلا استاذ ناجي
عطائية وشارع نادل وشارع شبرا وشارع نسر البحر انزل لهم افتقار. فانت تفكري تقولي ايه؟ انا لو قلت له لا يبقى هيقول عليا انا مش خادمه كويسه وانا مش امينه في الخدمه وانا ايه رايك؟ لازم يبقى عندي تمييز. وايه اللي اقدر اعمله وايه اللي ما اقدرش اعمله يا جماعه؟ ده ما ينفعش الواحد يعمل يقول طول الوقت حاضر حاضر. ما انا ممكن حد يطلب مني زي مثلا النهارده انا جايه بخدم عنده، ممكن حد تاني يقول لي الساعه كذا عندنا كذا والساعه كذا عندنا كذا والساعه كذا عندنا كذا. انا ما اقدرش اقول عشان انا خادمه في الكنيسه فده المفروض ان انا اقول حاضر طول الوقت، لان ده هيجي على حساب حاجات تانية. ما هو الجسد نفسه لو مستريحش الروح هتتعب، الجسد ده اللي بيحمل الروح مش كده؟ فمش طول الوقت الانسان يقول حاضر، مش طول الوقت الانسان يقول حاضر اقول يا جماعه انا هقدر اعمل كذا لكن مش هقدر اعمل كذا، اقدر اعمل ده النهارده لكن مش هقدر اعمل كل ده طول الوقت. فساعات زي ما بقول لكم حد بيقول علينا ان احنا طالما بنقول لا يبقى احنا ناس مش ولاد ربنا. لا برضو فقدان القدرة على رقاب قبل الله ممكن يكون انسان حاسس بذنب عامل عاملة يعني، فيقول ايه؟ لما اقول حاضر طول الوقت يبقى انا بكفر عن ذنبي. طبعا احنا ما عندناش القصة دي يعني. برضو يقول كده عنهم معلمنا بولس ضميرهم اذ هو ضعيف ونجس، ضميرهم ضعيف ونجس. هو شخص حاسس انه عامل عاملة فدايما يقول لك ايه؟ انا لما اقول حاضر يبقى ايه؟ يبقى ربنا يرضى عليا وانا كده ماشي تمام. طبعا الطاعه برضو ساعات على فكره حتى في الوصيه، يعني احنا في الوصيه بنقول حاضر، يعني في ترنيمه معرفش تعرفها ولا لا بيقول ايه؟ اني احب الرب لا مش كده؟ ايوه لا لارباح النعيم ولا لخوف من عذاب في الجحيم مش كده؟ لكن احبه لأنه حبه ليه فضل مش كده ولا ايه؟ هي الناس القديمه اللي زي اللي تعرف انت النهارده يعني المفروض ان احنا حتى طبيعتنا الوصيه ربنا مش الخوف، يقول لك كده ان المحبه تطرح الخوف خارجا. لكن اللي قاعد طول الوقت مرعوب من ربنا مرعوب من ربنا ده فاهم ربنا غلط. زي ما انت بالظبط ابنك كده ما تحبش ان هو طول الوقت يسمع كلامك او يسمع كلامك عشان خايف منك. في فرق كبير قوي بين انه بيخاف وبين انه بيحب. لا انا ابني بيسمع كلامي عشان هو بيحبني، عشان هو عارف اني انا عايز مصلحته. ربنا لما اداني وصيه مش عايزني ان انا اخاف مش كده؟ لكن عايزني ان انا احبه وفعلا يقول لك كده لا خوف في المحبه بل المحبه تطرح الخوف خارجا. بيقول كده من اقوال الاباء اداره، خلوا بالكم من القول ده عشان ده حلو قوي، اداره الخد الاخر بسبب الخوف هو رذيله، اما ان كان بسبب الحب لله فهو فضيله. ولذا هناك بعض اوقات التي يجب ان تقول فيها لماذا تنطق؟ يعني لو السيد المسيح بيقول من رقمك على خدك الايمن حول له الاخر، فبيقول لك لا انك تعمل ده بنوع من الخوف غير انك انت تعمله بحب. نفس السيد المسيح اللي وصانا بالمحبه وقال من نطمك على خدك الايمن حول له الاخر، لما جه العبد يلطمه قال له ايه؟ ان كنت قد فعلت الرضي فاشهد علي الرضي، وان حسنا فلماذا تطمني؟ خلوا بالكم المسيحيه مش عايزانا يا جماعه ان احنا نبقى ناس ما عندناش شخصيه او ان احنا ملطشه او ان احنا كده يعني طول الوقت ماشيين جنب الحيط، لكن شوفوا نفس السيد المسيح اللي ادى الوصيه لكن قال لك في وقت من الاوقات انه لما العبد لطمه من غير ذنب قال له ايه؟ ان حسنا فلماذا تطمني؟ طيب ايه مشكله الناس المتجنبون؟ ايه هم المتجنبون بقى اللي هم ما بيقدروش يقولوا ايه؟ مين المتجنبون؟ احنا فاكرين مين المتجنبون؟ احنا قلنا اربع انواع. المزعج مش كده؟ قلنا المزعج ده اللي هو ما بيقدرش يقول. المتجنب ده بقى بيخاف اساسا يتعامل مع الناس خالص، فده بيقول لك ايه؟ الشخص ده بيخاف انه يطلب مساعده او قبولها. يعني الشخص ده ممكن يبقى محتاج حاجه لكن مش قادر يقول لحد انه محتاج، ده مشكله كبيره جدا. تخيل انت او حضرتك مثلا لو انتوا محتاجين حاجه وبسبب انك خايف تتعامل مع الناس ما بتطلبش من حد حاجه خالص.
يبقى اقول لك لا انا ما بطلبش من حد. حد فينا يقدر يعمل كده؟ لا ما ينفعش، مش كده؟ بيقول لك كتير من الناس بيرفض طلب المساعده الا بسبب عزه نفس خاطئه او شعور بعدم استحقاق ان يساعدوا الاخرين. على فكره المصريين مشهورين قوي بانه لما يعني حد يقول لك اتفضل حاجه تقول له لا، ممكن تبقى في نفسك فيه. طب انت تبقى واقع من الجوع مثلا وجعان ودخلت عند حد يقول لك اتفضل، لا 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 انا شبعان، وانت مش شبعان ولا حاجه، تبقى واقع كده من الجوع. عكس الاطفال الصغيرين، ممكن لو انت معاك عيل يقول لك اه يا بابا انا جعان على فكره، امه تصغر له كده كانه عمل عامله، لا هو عيل وعبر عن اللي جواه. فاحنا مشكلتنا كتير ان احنا ممكن نبقى طالبين عايزين حاجه لكن ساعات ما بنطلبهاش، وعلى فكره بنخسر كتير. ما فيهاش حاجه خالص يعني ان حد يبقى طالب مساعده وان الشخص اللي قدامه يقدر يقدمها له، دي ما فيهاش اي حاجه. يعني انا لو حد دخل عندي واقول له اتفضل اتفضل، مش هقول عليه نفس ولا حاجه، هقول بالعكس ده شخص واضح وصريح، جعان قال ممكن اكل، عطشان قال ممكن اشرب، لكن يقول لا 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 عشان عزه نفس، لا ده مش مظبوط على فكره. بس طبعا ما يثقش فيها يعني. ما ايوه بالظبط، غدا وعشا. عزه النفس دي بمثابه جدار حول القلب ليس له ابواب عكس السور، بالتالي لا جلد ولا رضيع يدخل القلب. مشكله جدا طبعا الشخص ده فقد الهويه زي ما بيقول، يعني لا حاجه صح ولا غلط. الشخص المتجنب بيقول لك كده ان ربنا بيشجعنا ان احنا نعرف احتياجاتنا ونشبعها. الشعور بعدم الاستحقاق هو مشكله معقده، ان تفتح السور للرضيع فقط ولكنك تمنع الجليد. بعد شويه الشخص ده بيتطور ان هو يسمح بالرضيع وما يسمحش بالجليد. ساعات بيقول لك ان الشخص ده ساعات بيقفل كمان قدام ربنا، يعني ما بيقدرش يطلب من ربنا. احنا على فكره ساعات بنبقى فاهمين الصلاه حتى غلط، يعني احنا ساعات بنفهم الصلاه حتى وعلاقتنا بربنا غلط. ان انا ما اطلبش من ربنا، لا هو قال اساله تعطوه اطلبه تجده اقراه يفتح لك. مش عيب ابدا ان الانسان يطلب فعلا ملكوت الله اولا، لكن مش عيب برضه انه يقول له، هو قال اولا ما قالش اطلبه ملكوت الله بس، صح؟ لكن قال اطلبه ملكوت الله اولا، مش كده؟ لكن ما قالش اطلبه بس ملكوت ربنا. مفيش مانع طبعا ربنا حي وهذه كلها تزاد لكم، لكن مفيش مانع اني انا اقعد اطلب لربنا كل احتياجاتي. مفيش مانع ان انا اقول له يا رب محتاجه ان بنتي تتجوز، محتاجه ان ابني يخلف، محتاجه يا رب اني ابقى مكتفيه بالاكل اللي عندي، محتاجه يا رب كذا وكذا، مش عايزه يا رب. يعني اللي ربنا عايزنا ان احنا نقعد نحكي معاه. اتفضل. هو ربنا عارف بس بيحب انه يسمع منك الصلاه. هو عارف يعني حضرتك متزوج عندك ابن، طب انت مش عارف احتياجات ابنك؟ عارف. طب ولو طلب منك بتقول له انت انا عارف، ولا انت بتنبسط انه يطلب منك؟ ما هو ده معناه. طب هو ليه قال اساله تعطوه اطلبه تجده اقرعه يفتح لك؟ لما هو ربنا عارف، طب ليه قال اساله واطلبه واقرعه؟ ليه قال؟ ما انا عارف، انا عارف انك هتسالني على ايه. طب ايه معنى ان نصلي كل حين؟ وايه معنى ان نصلي؟ وايه المعنى ان نقول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم؟ طب ما هو ربنا عارف ان انت محتاج. ما يقول له اغفر لنا، ما هو ربنا عارف ان انت يعني هو هيغفر لك، لكن هو بيحب ان هو يسمع، مش كده؟ وانت نفسك ترتاح لما تطلب من ربنا. طولت عليكم؟ كويس؟ ماشي. طيب خلينا بقى نتكلم على الشخص المتسلط. هو حد فيكم يكون كبابا او ماما متسلط؟ عشان دي مشكله كبيره للولاد. دول لا يحترم حدود الاخرين ولا يقبلون كلمه لا من اي شخص. بالنسبه لهم لا ربما وربما تساوي نعم. كلمه لا يعني حاضر، يعني انت تقول زي ما انت تقول، بس هو في النهايه يعني اللي يقوله يعني امر مصدق. لا يمكن انا حد يقول لي لا. كلمة لا على فكرة يعني في شباب وفي بنات يعني بيبقوا مرعوبين من أهاليهم. على فكرة ممكن ده يكون من أسباب إن ولاد تطفش وما تحبش تقعد جوه البيت، بس بابا طول الوقت يعني نظام أوردرز كده، طول الوقت اديني اعمل كذا اعمل كذا ما تعملش كذا، أنا حنان ده مش عايز نفس. طب يعني إيه ما تنفذش؟ ما حدش يفتح التلفزيون، ما حدش يلمس، أصل أنا تعبان. يعني تحس إنه في سيد كده في المكان ده، ده يبقى شخص حتى لو ولاده بيقولوا له حاضر بس مش
مش بيحبوه يقول لك بابا وانت مش وراك مشوار، وانت يا ماما مش نازله الكنيسه، يعني عشان انت طول الوقت او انت طول الوقت. هو لو حد ولاده بيقولوا له كده لازم يراجع نفسه، انت بابا مش نازل، انت مش وراك مشوار ولا حاجه، لازم الواحد يشوف احسن ولاده يكونوا زهقانين منه. ساعات بقى يعني سيطروا على الاخرين، يا اما يكون عدواني يا اما احتيال. احتيال يعني ممكن اللف والدوران، يعني اللف والدوران بحيث ان هو عايز انه يعني يتنفس اللي هو عايزه. ده مين ده؟ سولف مين؟ صدام ده؟ طبعا المتسلطين يخضعون الاخرين لهم بالتهديد او بالوعيد او بالغضب. يبقى يعني حد خايف جدا جدا ان انا هاخد علقه سخنه او ان انا هتحرم من المصفوف او حاجه زي كده. يعني طبعا في ناس بتبقى مكاره متسلطه بالمكر، وطبعا لازم نكون نخلي بالنا ان الشخص الاحتيالي ده ما بيقولش على ان هو مش فاهم نفسه. احيانا كتير على فكره الكلام ده بيحصل مع اولادنا في المدارس، خلي بالنا، وده بيؤدي لتحرش. يبقى في مدرس بيقول للبنت مثلا كذا كذا، والا هسقطك في الامتحان، والا هقول عليكي انت وحشه، والا مش عارف مين. فاكرين زوجة فوتيفار عملت ايه؟ عملت كل اللي بتعمله في الاخر، قالت ايه؟ ده هو اللي عمل. ساعات الناس الاحتياليين دول او اللي بيلفوا دول نوع من التهديد. مثلا مدير في المكان وعنده سكرتيره فبيهددها، يعني انت لو ما سمعتيش كلامي انا هفتك من الشغل، مش هتلاقي شغل، مش هتلاقي تاكل. فيبقى لازم تكون بتخلي بالك ان دول من الناس المتسلطين، ان هم احتياليين، اللي هو بيلف ويدور عشان يعمل في الاخر ان هو في مزاجه. مشاكل الحدود، طبعا بقى في ناس متبلده، دول ما بيقوموش بمسؤولياتهم، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. ده حد اساسا مش حاسس بحاجه، ده ما بيقولش حاضر ابدا. دول من الناس اللي ايه ما بيقدروش يقولوا حاضر، ده شخص متبلد، الدنيا تقوم وتقعد حواليه وهو ما بيعملش حاجه. على فكره اوعى نكون بنربي اولادنا على انهم يبقوا كده. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ماما انها طول الوقت تكون بتعمل كل حاجه كل حاجه، لان في وقت من الاوقات ممكن ولادها يبقوا متبلدين، يشوف مامته تعبانه وعيانه وسخنه ورقده ومش قادر يقوم يجيب لها كوبايه ميه او ينزل يروح مشوار. دي على فكره المتبلد ده بيبقى نتيجه تربيه خاطئه، ان اهله دلعوه زياده عن اللزوم. كل ما يجي يعمل حاجه يقولوا لا 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 يا حبيبي انت ما تعملش ده. كمان ممكن لما يتجوز عايز برضه مراته تعمله ايه، هو السيد بقى وهو ايه ما بيعملش اي حاجه. طبعا الشخص المتبلد ده نتيجه تربيه خاطئه، لان اهله ما ادوهوش اي مسؤوليه. انا ما بقولش ان انا احمل ولادي واقول له اعمل كذا وكذا، ولا اسيب بنتي الصبح اقول لها الشقه دي كلها تنضف، الشقه ممكن تكون كبيره بس على الاقل اقول لها وضبي اوضتك، على الاقل اقول له وضب سريرك، وضب هدومك. يبقى ما اعوده ان هو ما يكونش شخص متبلد، اعلمه انه يخدم بره، اعلمه انه يشوف حد محتاج ويكون بيساعده، يبقى كده عمره ما هيطلع شخص متبلد. تمام. زي ما قلنا هو ما بيقبل لغايه امتى هو عايز الناس تخدمه. عاده ما يكون هذا اسقاط لكراهيته واحتياجه الاخرين في حياته. ساعات الانسان بيتحول كده نتيجه ان هو احتاج لحد يساعده ومحدش ساعده، فيطلع في الاخر هو كمان مش عايز يساعد اي حد او نفس الطريقه. بعض حالات بقى عايزه تعديل الحدود مع الاخرين. الاول حاجه عدم القدره على الرفض، هتلاقونا في السلايدز اللي بعد كده قليله يعني نتكلم فيها على حاجات عمليه. لا، احنا لازم نتعلم امتى نقول حاضر وامتى نقول لا، ولازم نعلم ولادنا امتى يقولوا حاضر وامتى يقولوا لا. انه مشكله ولادنا على فكره كتير، اللي فيكم ولاده يعني من ثانوي لغايه جامعه، بيقول لك اصل انا لو قلت لاصحابي لا هبقى من غيرهم، انا هبقى لوحدي، اصحابي دول كلهم مع بعض، فانا مثلا لو هما بيشربوا سجاير مع بعض وانا قلت لهم لا فهم هيلفظوني وانا هبقى لوحدي. او البنت مثلا تقول اصل انا لو ما لبستش زيهم وما عملتش زيهم وما عملتش بنفس طريقتهم فهم هيلفظوني ويسيبوني لوحدي. لازم ساعتها بقى يبقى اني لا انا ما بنقضش زي ما المجتمع بيقول. شوفوا مثلا
يعني اديهم امثله من الكتاب المقدس ازاي ان الانسان يكون صاحب مبدا، وازاي مثلا واحد زي نوح كان لوحده بار في وسط العالم وربنا اغرق الناس كلها في الطوفان ما عدا نوح واسرته، ازاي واحد زي يوسف حافظ على امانته، ازاي دانيال والفتيه ازاي انهم رفضوا انهم يسجدوا للملك وقالوا له احنا ما يلزمناش ان احنا نسجد للاصنام بتاعتك. وهنا بقى فايده الاهل اللي هم درسين الكتاب وعايشين الكتاب ويحكوا حكايات الكتاب في الوقت ده، لازم نبقى نفهمه ما تنقرش ان انت في الاخر هتبقى زيك زيهم، لا، والسمكه الحيه هي اللي بتبقى ضد التيار مش اللي مع التيار، لكن السمكه الميته الميه بتطلع وتنزل فيها، هتبقى شخص كده معاهم طول الوقت، فتحس ان انت في الاخر تعبان خالص. برضه لازم الاحساس بالمسؤوليه عن مشاعر الاخرين، الانسان لازم يكون مش متبلد، لازم يكون حاسس بالاخرين من غير ما حد يقول له، يعني الكلام ده طبعا مش لولادنا بس، لينا احنا كمان، مش لازم يعني لازم الانسان يكون حساس ايه الدور اللي ممكن يكون بيعمله، لازم نكون حساسين للاخرين اللي حوالينا من غير ما يطلبوا. جميل قوي الشخص او الانسانه اللي بتبقى عارفه يعني الحد ده محتاج ايه، مثلا لو حد واحده زميلتي في الشغل وعندها شغل كتير جدا وانا يعني عارفه ان عندها ظروف، يا سلام لو انا عملت لها جزء من الشغل بتاعها ده، المواقف دي ما تتنسيش على فكره، خصوصا يعني الناس اللي كمان اللي غير مسيحيين المواقف اللي زي دي بيحسوها قوي. احنا حتى في المجاملات يعني مثلا نجامل الناس اللي بتجاملنا وما نجاملش اللي مش بيجاملنا، لكن جربت حضرتك او جربتي حضرتك مثلا انك تجامل حد وهو مش مجاملك، هتحس ان هو شايف الموضوع ده كبير قوي، انت مش بتجامله علشان هو يجاملك لكن انت حاسس باحتياجه، مش كده؟ حتى في نوع الهدايا يعني يقول لك حلو قوي انك تحس اللي قدامك ايه الهدايا اللي هتفرحه، مش كده؟ يعني يقول لك مثلا لو انت مقتدر ومعاك فلوس ممكن حد متجوز جديد او حد مخلف جديد يبقى الفلوس دي تفرحه لانه ممكن يكون محتاج، او حد عامل عمليه انت حسيت باحتياجه من غير ما هو يطلب، فده موضوع يعني بيخلي الناس عندها يعني احساس بانه مش قد ايه الشخص ده حلو يعني. لكن برضه بقى من الحدود يقول لك المبالغه في الاهتمام بما قد يفكر فيه الاخرين دي حاجه صعبه قوي، ساعات الانسان يدي الموضوع اكبر من حقه. انا عايز ارضي فلان ده حتى لو على حساب الحق، ما ينفعش. يعني عايز اقول لكم ان في شخصيات ما بتتغيرش. يعني مثلا لو انا عندي مدير والمدير ده طول الوقت طالب حاجه معينه، فانا طول الوقت بفكر ارضيه ازاي؟ انا لو ولعت صوابعي العشره كده مش هرضيه، فلا خلاص انا بعمل اللي عليا، مش مطلوب مني، يعني انا لسه بقول لكم تهتم بمشاعر الاخرين، مش كده؟ واللي بقوله التاني ده مش العكس، لكن لازم في حدود. انا بعمل اللي عليا وخلاص، واللي قدامي بقى راضي ما رضيش، خلاص هو حر. ساعات اقول عشان اتقي غضبي، هو ممكن يبقى مش هتعرف تتقي غضبه لانه شخص غضوب، فخلي في سقف للتنازلات او سقف للحدود او التعاملات اللي انت بتتعامل معاها. ساعات برضو نحس ان احنا طاقتنا مهدره في متابعه حاجات الاخرين على حساب مصلحتنا وحاجاتنا. بصوا يعني المسيحي شخص بازل مش كده؟ لكن هل ينفع الانسان ينسى نفسه تماما؟ يعني مثلا الام في البيت طول الوقت بتنظف وبتعمل اكل طول اليوم وعماله طول الوقت عامله كده زي المكنه طول اليوم، في الاخر تهمل في نفسها جدا وفي صحتها جدا، ده مش مظبوط، ده مش صح، ده مش مظبوط. يعني ابذلي الى اقصى حد، بس في وقت برضه لنفسك تهدي شويه، لان عدم الهدوء جوه النفس ده اساسا بيبطل الدنيا كلها. فخلي لا يعني خلي فيه حدود للبذل، مش معناه برضو انه ضد كلام الكتاب المقدس، يعني مش معناه ان انا ما بذلش بقى وابقى شخص متبلد، لكن ده مش معناه انه طول الوقت، ده على فكره بيجي حتى على حساب الروحيات. يعني حد يقول لك ايه انا طول اليوم بشتغل اجي افتح الكتاب المقدس انعس، اجي اصلي الاقي نفسي بقول بدل صلاه النوم بقول صلاه باكر، ما هو لان الانسان محطش لنفسه حدود، لازم يبقى فيه حد، ولو الحد ده يكون حاجه صغيره او وقت صغير الانسان يهدى فيه مع نفسه، يقفل مع نفسه، يعلمنا الاباء ان في حاجه اسمها
وقت الخلوة، وقت الخلوة ده إن شاء الله ربع ساعة نص ساعة أقفل على نفسي وأشوف أنا محتاج إيه، أو أتكلم مع ربنا أو أهدى فيه مع نفسي. عدم القدرة على اتخاذ القرارات، يعني الإنسان بقى برضه اللي ما عندوش حدود ده ما بيعرفش إن هو ياخد قرارات في حياته. تمام؟ برضه مش صح، أو إن يعني ده حدود الإنسان إنه يحس إن سعادته مرتبطة بإن الآخرين يكونوا راضيين عنه. في ناس ما بترضاش عن أي حاجة. يعني في شخصيات ما فيش حاجة أصلاً بترضيها. تعمل اللي أنت تعمله لكن تحس إن الشخص اللي قدامك ده هو طول الوقت مش راضي. يعني اقول لكم على حاجه شخصيه، احنا عندنا المدير بتاعنا في الشغل، هو انا مديره برضه بس هو المدير الاعلى، يعني ده بيحبنا كلنا قاعدين حواليه. هو اقول له مين اللي ضايقك؟ يقول لك الدكتوره رامز. ليه؟ عايز طول الوقت قاعدين معاك، وانا بقعد معاكم في حدود الشغل. خلاص هتتكلموا بقى في حاجات ثانيه بره الشغل، ده ممكن يبقى مش بيرضي، بس انا مش مطلوب مني ان انا ارضيه طول الوقت، انا بعمل اللي اقدر عليه. لكن مش عشان المدير ده يفضل طول الوقت راضي لازم افضل قاعده طول الوقت اقول اللي بيقولوه واعمل اللي بيعملوه. خلاص ليه؟ انا بعمل اللي مطلوب مني في شغلي، لكن اعمل اكتر من كده لا، في حدود. حضرتك متضايق، انا ليا وقتي، وانا شخصيا ما بحبش الرغي كتير، صح؟ يعني الانسان لازم يحط حدود، ان هو مثلا ما بيحبش الكلام على حد. ما ينفعش مثلا ان انتوا تبقوا قاعدين مجموعه جروب مع بعضكم ولقيتوا الجلسه بقت نميمه. ما اقدرش اقول طول الوقت خلاص اصل عيب ان انا انسحب، لا، بلا بابا كده، هي الكلام يتغير يسيب المكان واقوم، لكن ما اسيبش الدنيا كده سلاح مناحي. برضو الموافقه على اراء الاخرين وان كان لها اراء مختلفه، وده موضوع خطير جدا. ازاي ابن ربنا ليكم ممكن يكون له راي مختلف عن كل الباقيين؟ يعني اعرف حد من الشباب كان بيشتغل في مكان ما، فايه قالوا له بص المدير بتاعنا بيدي اوف، عارفين يعني ايه اوف؟ يعني ما تجوش كل يوم، هو اول الشهر هنلم له مبلغ مع بعضنا كده، كل واحد فينا يدفع جزء، وايه ومقابل كده بدل ما احنا هنيجي 6 ايام في الاسبوع احنا هنيجي 3. للاسف بقى مسيحيين بيوافقوا على القصه دي، هو وقف لوحده، ده حد حلو من ولادنا يعني، قال لا انا مش هعمل كده، دي رشوه يا ابني، ده كل اللي حواليك غلط وانت بس انا مش هعمل كده عشان دي رشوه. يبقى لازم الانسان يبقى له موقف محدد، انتوا هتعملوا كلكم هتدفعوا رشوه، انا مش هدفع، كل الناس هتعمل كده، لا، في حد، انا الحد ده معناه اني انا بعد كده بعمل حاجه غلط تغضب ربنا، او حاجه تزعل ربنا مني، او تقول ان انا مش ابن ربنا. يبقى مثلا كل الناس بتعمل حاجه، انا لازم يبقى لي حد. كل الناس في الفرح بترقص، يا ستي يعني جت عليكي؟ لا انا مش برقص. كل الناس بتغني، لا انا مش بغني. كل الناس فتره، اشمعنى انت اللي صايمه؟ النهارده انا صايمه. يبقى في حد انا اساسا بقف عنه. اتفضلي. لا التبرع غير الرشوه يعني. بس ده مسمى. هي مسمى. برضه ارجعي لأب اعترافك فيها، يعني لو ادفع فلوس عشان اخد حق من حقوقي يبقى مش غلط. انا ده رايي الشخصي، معرفش اللي قدام حتى اللي موجودين ايه، لو انا بدفع فلوس عشان اخد حق من حقوقي ده مش غلط، لكن لو بدفع فلوس عشان اخد حق حد تاني يبقى ده غلط. فهمتيني؟ يعني مثلا انا سبت ابني دخله المدرسه والمدرسه طالبه كذا، فخلاص انا دفعت لان سبت ابني كذا، لكن انا بدفع عشان اخد حق مش بتاعي دي تبقى رشوه. ممكن اخواتي يعني يشاركوني لو حاسين ان في راي. برضه من الحاجات الغلط ان الانسان يخاف زياده عن اللزوم. ليه؟ يخاف ليه؟ ده بيخلي على فكره مفيش حدود. يخاف من ايه؟ هيحصل ايه؟ لازم الانسان وهو بيعمل حدود يفكر هيحصل ايه؟ هسألكم سؤال، يوسف لما رفض انه يعمل الخطيه اترفض من شغله؟ اترفض. وايه كمان؟ اتسجن. حد فينا عنده استعداد يعمل كده؟
طب يبقى ايه فايده الكتاب المقدس بالنسبه له؟ معلش احنا بلدة، يعني يا اما مش عارفين الكتاب يا اما فاصلينه عن حياتنا. طب هو دلوقتي خلينا نعيش في القرن 21، حد ما مثلا واحد قالوا له تعمل كذا يا اما هنسيبك شغلك، لو جه ابن حضرتك بيقول لك يا بابا في الشغل، او بنت حضرتك جات قالت لك يا ماما في الشغل، قالوا لي لو ما عملتيش كذا هنسيبك الشغل، هتردي عليها تقولي لها ايه؟ سيبيه، مش كده؟ لان التنازل ده يا جماعه غلط، الشخص اللي بيتنازل ده مش بيقف عند التنازل، ده هيطلب منه تنازلات كتير جدا، مش كده؟ يعني اذا كنا احنا بنقول احنا كنيسه الشهداء، والشهداء دول ضحوا بحياتهم وسفكوا دماءهم من اجل اسم المسيح، فانا لما حد يجي يقول لي اعمل الغلط ولا تترفد من شغلك، لا، يعني لازم نخلي بالنا. انت على فكره احنا ادوارنا في الحياه مش قليله، الاهل دول سبورتنج لاولادهم، يعني سند مش حاضر، مش يعني اديله بس هو كل عايزه، لكن اخليه يتعود انه يبقى شخص ما بيخافش. شخص ما بيخافش، لو طلع ابني او بنتي شخص بيخاف، خاف انت عليه، لو هو طالع خواف انت خاف عليه. اتفضل. برضه ما اقدرش اقولها مطلقه ايه هو نوع التنازل. ايه هو نوع التنازل؟ التنازل ممكن اتنازل عن حق من حقوقي، بس في حاجات الانسان ما يتنازلش عنها. لا، حتى برضه لو حاجه تخصني، ايه هو نوع ده؟ ايه هو نوع التنازل اللي هتنازل عنه؟ هتنازل عن حاجه معينه ماشي، بس في حاجات ما ينفعش الانسان يتنازل عنها، يعني كلام ما ينفعش يبقى يقول انا عايز الحاجه دي، وما يبقاش برضه عنده حساسيه مفرطه لانتقاد الاخرين. مش كل اللي بينتقدك يبقى عنده حق. لو اللي بينتقدك شخص بيكرهك، ممكن يبقى انتقاده مش في محله، او بيغير منك، او شخص كرهك. مش دايما انتقاد الناس بيكون صح. ممكن حد ينتقدك لكن هو في الحقيقه ما ينفعش ان انت قاعد طول اليوم فلان قال عليا وفلان قال عليا، كل الناس. لكن لو لقيت كل الناس اجمعت على حاجه، خلي بالك، يعني لو انا لقيت كل الناس بتنتقدني في حاجه معينه، اكيد مش كل الناس دول غلط، اكيد انا اللي غلط. لكن ما يقعدش الانسان يفكر فلان قال فلان عدل. في ناس على فكره تعبانه جدا طول الوقت من فلان قال وفلان عدل، تعبانين جدا لدرجه انهم متعذبين في حياتهم. طب لو ما تعاملنا بلا حدود، هنفهم طبعا التباسط بطريقه غلط. نخلي بالنا زي ما اتفقنا في تباسط، في لكن في تحديد للعلاقات لازم نخلي بالنا، ولادنا اللي في دروس نخلي بالنا نفهمها ايه حدود المدرس، ايه حدود العلاقه بيني وبين قرايبي، ايه حدود التعامل بين الخطيب والخطيبه، ايه حدود التعامل لاقل، لان المواضيع على فكره بتاعت التحرشات والكلام ده بقت صعبه خالص وبقت مبالغ فيها، فنخلي بالنا لازم نفهم ايه الحدود. احنا ابتدينا في المدارس نعلم ولادنا الصغيرين الحدود ونفهمهم يعني ايه الجسم، جسمك ده حاجه محترمه على فكره، الولاد مع الولاد كمان والبنات مع البنات، مش بقى اولاد وبنات بس يعني، لا، ايه حدودك؟ ممكن فلان يعمل ايه وما يعملش ايه؟ يعني لدرجه ان احنا بنتكلم بصراحه، يعني مثلا حتى قريبي ممكن يبصني هنا في خدي، لكن مش اكتر من كده، مفيش حاجه. بتقول للبنات مثلا اقف في الباص او كده، وانت عامله حدود بينك وبين الاخر، ولو اللي جنبك ده تعدى حدوده لازم يبقى فيه وقفه. مش كده؟ هي قاعده جنب حد والحاجة ده عمال بيزنق عليها جدا، لازم تقول له لو سمحت. تقول له لو سمحت، انما قاعده خايفه طول الوقت، هي دي بقى من النوع اللي ما بتعرفش تقول لا. اللي قدامها بيفهم انها موافقه. طب انها خايفه فبيسوق فيها. شفتوا قد ايه التباسط ده يعني مطلوب جدا ان الانسان يكون عنده وقفه فيه. برضو لو الانسان اتعامل بلا حدود هيبقى مفيش احترام، مفيش خصوصيه. لازم يبقى فيه نوع من الخصوصيه في التعاملات. التعب او العصره ساعات برضو ممكن الواحد يسمع حاجات نتيجه عدم الحدود بتتعبه. واحده صاحبتي في الشغل طول الوقت الحكايات بتاعتها حاجات مش كويسه،
عماله تتكلم على العلاقه بينها وبين زوجها، الحميديه. انا مطلوب مني ان انا ما اقعدش اسمعها طول الوقت، انا مالي؟ ممكن اقول لها لو سمحتي دي حاجات خاصه، من فضلك ما تتكلميش فيها، او اسيبها واقوم، لكن ما اقعدش اسمع حاجات ممكن تتعبني، او انها ممكن تعسرني، او انها ممكن تبقى حاجه مش مظبوطه. طبعا برضو بيؤدي للندم، خطوره التعلق، ان الانسان بيجاري اللي قدامه، الانسان ما بيبقاش عنده حريه، ما بيبقاش عنده ترتيب للاولويات، لانه لو انا ما عنديش حدود فانا طول الوقت بقول حاضر، فده بيجي على حساب حاجات ثانيه. مهم قوي ان انا اشوف الوقت يناسب او ما يناسبش. كنت لسه بسمع عايزه ابدا لو قدامي قريب، فبيقول ان انت مثلا لو رب 10 حاجات في اليوم مفيش مانع انك تعتذر عن حاجه منهم، لكن انك تقول ده حاضر وده حاضر وده حاضر، فانت ده حتى الوقت اللي هتديه لحاجه مش انت هتتقنها تماما. يعني اعتقد نكتفي بكده، اشكركم لحسن استماعكم.